تي نعيطوا لهذا عمرنا ساعتين، لا ما تخوت جاتني ساعتين تلي تخوتي، كنت بغيت نصبوا عليا نص البراش. شوفوا اذا عنده الحواله. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. لاباس؟ لاباس عليك. الله يحفظك اخويا. مبروك عواشرك. علينا ولك اخويا. مرحبا. قول لي اخويا عندك الحواله ديال بوليفيا؟ لا عندي الصرف. ما عندكش هذوك اللي ب 100 درهم؟ لا. والصرف شحال عندك اخويا الرخيص فيهم؟ الصرف كان 5000 900 5000 120 4000 و500. 5000 هو الرخيص. البدري فيه كاين فيه 4500. 4500 صرف هذا؟ اه. وشحال فيه من كيلو؟ تقريبا راه كاينه من 70 كيلو طلع. 70 كيلو بالكروم ديالو برجليه بالبطانه. اه في البدري. ها؟ كاينه في البدري. شنو هذا البدري زعما؟ سميتو بدر ولا شنو؟ بدلان. اه عنده عام. عندي له عنده 16 دونك تبيع بالعبار بالكيلو بالعبار واقيلا. اي حاجه اللي بغيتي حاجه معروفه. الله يحفظك اخويا. شحال حسب لنا الكيلو الله يسر عليك؟ كاينه 83 درهم. ولكن بغيت نسولك علاش تبيعو كاملين 83؟ المغرب اللي كاين في السوق. يعني دابا شي تابع شي، لا واحد مغلي علينا باش ينصب علينا، خاص كلشي يدفك معاه ولا ما فهمتش؟ لا حنا كنمشيو على داكشي اللي كاين في السوق. ولكن علاش اعتمدتوا باش مشيتوا على السوق؟ علاش دونك انا نقدر اول واحد دخل للسوق بعت ب 70 تبعوني انتم ب 70 ولا ب 60؟ دابا اخويا ما عرفتش، حنا ما عندوش الثمن راسنا، عندو الثمن اللي كاين في السوق. ما بان ليا ما عجبتكش هضرتي واقيلا. ايوا دابا انت كتهضر قلت لي حنا غنديرو الثمن اللي كاين في السوق، غنديرو الثمن بعدنا ولا داري 60 درهم واش غنديرو 60 درهم. واخا هاد السوق جاي من معايير دوليه، معايير من الحكومه، معايير من شي مؤسسه شي هيئه ولا غير واحد اتفقتوا انتم بيناتكم من الباديه وانطلقتوا بحال داكشي ديال اورشليم خرجتوا هجمتوا علينا؟ اتفقنا بيناتنا هذا. حيت زعما يكونوا اتفقوا لك السبب بيناتهم، يكونوا دايرين شي جروب ولا في فيسبوك ولا تما عندهم كي جروب لو واحد من طنجه واحد من كويره واحد من مراكش كل واحد كاين كل واحد عنده جمعته. وعرفتوا بانها 83 تبارك الله ما عندي ما نتسالكم. هذيك اللي في المرجع. تابعين المرجع انتوما. ايوا اخويا الله ينصر المرجع. وشوف اخويا انايا راه عندي الناس ديالي ياك وشفت اخي تتهضر، انا من عشاق السردي يعني من الوالد ديالي الله يرحمه وتعجبني اللحم ديال الصاد. واش كخويا تهضر حسيت بك بانك واحد الانسان قانوع، وتعامل اخويا شويه معنا دير شي مفاجاه بحال مثلا الناس في مراكش الجزاره تيبيعوا ب 70 درهم الكيلو ديال البقري، مزيان هذيك المبادره صافي. واش نقول لك اخويا السبب كتبقى الكاريتي وصافي هادشي اللي كاين. ما تقدرش تهبط لنا شويه على ديك 80 ولا دير شي تفرحنا ودير الاجر وتبيع كلشي تليكيدي؟ لا ومرحبا خويا، عرفتي الخروف راه الخروف اللي خلاك تسمي التمر بعد التمر راه لاباس. لا لا كثر واخا بغيت نسولك اخويا، شنو السبب اللي خلاك ما ديرش انت داكشي ديال اوروبا ديال اسبانيا ولا ايش؟ داكشي ما عرفتش شنو كنقول، انا عندي ولاد ولاد العاجلين ولاد البانيين. عيانين ياك هذاك ديال اسبانيا؟ انا ما كنقولش عيانين، كله لحمهم مكرزز، لحمهم قاصح فيه الثلج. كله واش يبغي يدير. ولكن فيهم الهوته فيهم الربحه. يعني بالضبط هذاك الشيء ما عرفتش ولا شوف ما تخافش حنا شوف اعطينا شي اعطينا شي شي اعطينا شي قال لك الكلمه الطيبه. انا ما عرفتش انا ما عرفتش انا ما عرفتش عندي فكره. ما عندكش فكره؟ اخ دونك تتشجعني نشريو السردي من عندك؟ واش كان اجيت من عندك انت السوق السوق صار لك شي لاجل الله يحفظك. واش عرفتيني انا عرفتيني اللي معيط لك ولا ما عرفتيني؟ لا ما عرفتش. المهم انا يوتيوبر اخويا، انا سميتي في اللوجه. انا ما عرفتش يوتيوبر، لا باقي ما دخلتش للباديه. المهم انا يوتيوبر اخويا والناس بقاو تيصيفطوا ليا قال لي هذا السيد راه عنده السردي سولني انا التهمه. دونك اخر هضره عندك ما غاديش تهبط لنا على 80 والو ما تفرحناش حنا. لا دابا واش لا عندي كاين الحول ديال 80 غنقول 80 كاين ديال 70 و 70 كاين ديال 100 غنقول لك راه كاين ديال 100 الشيء اللي كاين. دونك كاين ديال 83 هو اللي كاين دابا. واش شفت كيلو؟ لا دابا انت قلت لي تتبيع ب 83 هادشي اللي قلتي لي. اه لا قلت لك انا دابا صافي كثر الله هكا دابا الانسان باش يجي يدخل الكوره تيشوف كنت قاعد مسوي راه كدير شويه هكا وشويه هكا تقريبا. ولكن راه 83 راه كاين يدير لي دار راه 83 كاين تتابع السوق، هذه هي الهضره ديالك الاخرى. راه دابا حيد لي باقي ما بعدت الناس اللي كيشتري حتى واحد ما يشتري بالميزان كيشري هكا. اه طور طقطق يعطيك يا تعطيه
دوك لخنا بيناتكم علاش قطعتي عليا؟ شنو بالك نعاود نعيطوا ولا اش واش قطع هو ولا اللي قطعت ولا هربت تهرب مني؟ نتاكد واش تهرب مني ولا شي دراري وانا ما تتفكوش والله ما ما ترحموناش حتى ما كاينش الرحمه والله ما تحنوا فينا بالله انا ما تنضحكش وما تضحكوا انا شنو واش قطع عليا شنو فيني ونقول شنو كاين ما ضيعت مرايا الو خويا ابراهيم قطعتي عليا واخيرا مكالمة اخرى لا قطعتي عليا واخيرا شوف اخويا ابراهيم المهم انا راه داير اللايف ياك والناس هما راه تيقولك شوف لنا مال السي ابراهيم من قلت لهم ها السي ابراهيم راه ما نفكش هز واحد الفرقه وتعطينا حتى هو بحال الاخوان الاصدقاء ديالو في البيت لا والله شوف انا والله ما زعما انا ديال الثمن المناسب ناقص 300 درهم 400 درهم على الناس باش يبيعوا 100 درهم ناقص 300 درهم 200 درهم في الخروج في اي حاجه واحد ناقص 3 درهم فاش ديال الجارو في الجارو ولا ما في التيطاي ولا ما شفت لا ما تنسى والله اخويا شي انا والله ما معيد هذا العام والله ما معيد انا قاطعت ما كذبش عليك نجيك بصراحه اخويا واش فاتك شي يلاه انا بغيت غير ربي سبحانه وتعالى يخرج لنا شي بحال اللي كتخرج بكري تيدير تسافت شي معجزه والله بغيت شي واحد يخرج شي كساب يقول لهم خوتي مغاربه هزوا يلا ب 65 ولا ب 70 عيش الضعيف ولكن ما عرفتش علاش ما كاينش هذا الشيء ما بقاش هذا الشيء لا واش كبر الناس راه مضروره في العلف صح برا العلف الغالي واخا خويا انا متفق معك العلف والشتا ما كايناش وهذا ما عندكمش شي زعما الدوله ما عاوناتكم في والو الدعم ما كاين ما عمرني مشى للدوله ما مرضتني شي حاجه ما عمرني شي حاجه ولكن لا مهيئه لكم الدعم تبارك الله تتبان لاباس عليك تبارك الله راه انت انت لاباس انت خويا السي ابراهيم معيد ب 83 ياك لوليداتك تاخذ ب 83 انت الكيلو لا انت تاخذ الحاله تعيد لوليداتك 83 لا فامي ديالك عايد راه بحالي بحال الناس ياك غادي حاول غادي مخير غادي مخير الصديق مخير غادي لدارك داك لا انا بالعكس عندي قياسي انا عندي جوليات غندك الله يكبروا في طاعتك اخويا وفرجتك ماشي غادي عندي غندحك انا عندي الفيلم غندي حولك لا غتتبان متواضع ولكن شوف ملي تاكل ديك الكبده تفكرني خويا ابراهيم ملي تاكل ديك الكبده والبوفه تفكرني انا راه ما معيدش تفكرني كل اقسم بالله ما معيد في كل درهم تفكرني وتفكر اي مواطن الصاد بحالي جاي لحولي غالي وانه بالفقصه ولا مقاطع تفكرني انا شوف واش وعندك تاكل ولكن تدوز لك ما تقد تاكل دير بحال هكا وزين هاد البولفات زين هاد العام المهم خويا ابراهيم تهلايا في راسك الله يسهل عليك وحن فينا شويه اخي حن في ولاد البلاد راه شوف راه بيتي ديال الرزق ولكن اللي تجي افه ونموت ليه الحزق كامل ويبقى لنا 83 86 خويا ابراهيم ما عندكش مشكل اذا زاد شي في اللايف قول لي بغيت تقول شي ميساج للناس انا راه محط لاشين ديالك راه تيشوفوها دابا وحط نوال قول لهم شي ميساج هضر مع الناس شي رساله واش نقول لهم انت نصفك تفلسف هذه واش بغيت نقول لهم انا اخويا انا بتفلسف انا غير تندافع على صوت المواطن صافي انت فرص واش صوت المواطن جا الانسان جاب لي شي حاجه حبسها لي بزاف منه راه هذاك هذاك الكساب هو اللي تيحط خاصك تحضر لي من تيكون يخلص في العلف ما تشوفش بان الكساب ديما تيبكي و تيشكي واخا الدوله تتعامل معاه. واش زعما انت باش تهضر على الكساب تهضر على مول العفو اللي كيبدا الاخر اللي كيبدا يتقدى الانسان في العفو. حتى هذوك نهضر عليهم علاش عرفني انا ما نهضرش. الاخر كان تياكل 100 درهم 7 درهم 9 درهم الاخر ولا تيضرب 30 درهم 25 درهم. وين 80 درهم؟ مالو اخويا مفتوحه عليه الشايه. ايوا اخويا اجي انت نعطوك جوج اخر خير عيشهم ياكلوا اكثر منك النهار. والله لا ممكن ممكن انا ما كذبتش. انا ما كنتش انا ما كنتش تشوف جاي هادشي ملي تشوف جاي هادشي علاش هادشي شفت خدمت فيه وتدفع هادشي لا ملي تشوف هاد الغلاء جاي بحال هاد صحاب العلف مغليين نيشي واش من حد اوكرانيا ولا شنو هادشي باش نعرف واش هادشي ما عرفناش الله يدير السوا الخير وصافي حنا عرفناش شكون مغلي ابراهيم صلى في راسك الله يصاوب لي هضروا على شي هضروا على الغلاء الاخرين هضروا على الغلاء وسول على الفلوجه ودخل القناه ديالي فلوجه دير اف ا ال او اي جي ا وشوفني اخويا انا راه تنهضر على كل شيء راه ما كاينش العاطفه عندي ومزيان انا عيطت لك باش نعرفوا دابا انا ملي نقطع معاك نمشي عند صحاب العلف وصحاب العلف غيصيفطوني عند صحاب الكونفليكس وكونفليكس غيصيفطوني عند ذاك الملحق
بلاتي خويا ابراهيم، قول شي كلمه باش بلاتي صحيه، قول شي كلمه خويا للمواطن بحكم انت يعني تتمثل لك السابه وهذه وعندك معاناه، تقول باش نعرف واش كاين اللي ساكت العون. صافي شوف واخا الانسان باش ما باسي باش بالنسبه لشي اللي نشوف انا والله يعني بارك وصافي ما كاينش كل اي مثلا على الرخيص تتعاد ديال اخر رخيص شي كيدوا كتوقف بعد من العرس 5 ملايين ولا 8 ملايين التسوان ما كتضرب حتى 15 يوم ديال العرس تبارك الله. شحال من راس الحاولة 5 ملايين كاينه 200 140 ما دوزش حتى 15 يوم. وعلاش مثلا علاش هاد الحوالة هادو بحال مثلا في اوروبا بحكم انا عايش في اوروبا، علاش ما تخرجش ترعى وبرا الجبال العيبات؟ علاش حنا في السير هذاك الشيء؟ علاش الى منطقة نتوما؟ انا مراكش. مراكش القيفار والقيفار مراكش راهي وسط الكور الناس يخرج ما كيخرج شطبلي توكلوا عطيتهم كلشي تقرب ما كاين اللي يخرج ما كاين. واش نتوما في العطاوية نتوما؟ لا انا مراكش. مراكش وديهم ها الجامع فين يضربوا ها بول فاف تماك والحريره الشباكيه. شكون راك انت خويا وديهم ها الجامع الله يحفظك خير صراحه الله يديهم الجامع شلا ينشطوا تماك ياكلوا مع البشر ياكلوا مع خوتهم. شكون راك انت ديهم الكيس اخويا باش نضحكوا اخويا ابراهيم وسمح لي على ديرونجيتك. الله يسهل عليك انسان طيب راه تيبان وكما قلت راه كاين ظروف الله يدير شي تاويل الخير وصافي. راه هو المهم يتاكل بولفا حنا راه بحالنا بحال دوك اللي ما عندهمش راه بحال ولكن ما تتشوفش بان كاين الغلاء بزاف كاين الناس تي تي بزاف راه بين العام اللي فات راه مزيد ارتاح بارك الله. وهذا العام ما طاحش الشتا ياك ولا طاحت؟ ايه والله يخليك شي ديال الله الله يخليك لا قلت لك زعما واش طاحت الشتا واش كان عندكم مشكل الشتا ولا مناش؟ جافر وعاد نزل بحال كاين الشتا بحال ما كاين الشتا زينه بزياده ما كاينش نقصان. ما تعطيوش السيكاليم السيكاليم للحواله؟ لا انا بعدا ما عمرني ما وكلتش ليهم. كاين اللي تعطيهم السيكاليم؟ ايوا هذاك الشيء بينه وبين اللي خلقهم. تبارك الله الجواب عندك في تقول بحال اللي متسناني نعيط تبارك الله. حاط داك الشيء في الورقه. انا والله ما كاين شي ورقه انا كنقول هذاك الشيء اللي عندي. بيع وشري خطير يا خيمة عرفتي خير ولا كاين شي نهار تدخل على غفلة ما كنت دابا راه اليوم لا انت نشوف فيديو ديالك حوالي تبارك الله زويون يعني وكاين فيه الريسك هادشي فيه الريسك ديال الحوالي يقدروا يمرضوا يموتوا شي حاجة لا بزاف. انا ضعتي شي 35 تبارك الله الله يعوضك. وما كاينش الدياب ولا شي حاجة ولا شي تجي؟ لا عندك حراس وتولدوا لك تبارك الله تولدوا ولدنا تبارك الله. ما حيتش حتى كان حاط غير الحواله كلهم كبار نفس الطاي ما فيها كاين لا صغير لا والو. ايوا السلام عليا وعلى بكري. واخا بغيت نسولك اخويا اخر سؤال اخويا ابراهيم، واش هاد القضيه هذه ديال الحواله بحال الفلوس في البنكه الا دار عليها العام خصك تزكي عليها فقط تتزكي عليها؟ كتسكلها ضروري وتتخرج حواله ولا تخرج فلوس ولا كيفاش البلان؟ كاين اللي تيخرج حواله كاين اللي تيخرج فلوس. بحال مثلا 100 حاولي شنو تخرج شحال حاول؟ هذاك الشيء العرس انا اللي ما عرفش يسول الايمان شحال خصو يخلص عليها مثلا شحال خصو يخرج عليها. باش نتسنى ان شاء الله ان شاء الله كنت تخرج نجي عندك اخويا حتى ما معيبش. مرحبا والناس اللي تيخرجوا ذوك اللي ما عندوش مين تيخرج ذوك اللي عنده؟ وانا ما تجيني والو شحال تجيني واحد 6 المليون فلاشين يوتيوب في اتساس والله تعالى والله غير ديك 6 المليون اخويا خسرنا معنا حنا والله اخويا ناش فات شوف لي امي نعيمه وشوف لي نيبه وما كتضربوا ب 20 مليون شوف والله انا خويا ادري واش انا تنشري فهمتي راك عارف دابا انا عندي السياره في الصيف وعندي جيت سكي والمسائل راك عارف تمشي الله يكون في عونك. سير اخويا ابراهيم بوكو غاز الله يسهل عليك وضحكنا معاك الله يوفق لك اخويا والله يسهل لك امورك اخويا الله يحفظك. شكرا لك اخويا ابراهيم. سلام اخويا سلام سمح لنا سلام سلام. اذا ما الخوت كيفاش تشوفوا غادي نحاولوا نعيطوا لشي واحد اخر. دابا المشكل هو انه حتى تتهضر تيقول لك هو ماشي مني انا سير شوف صحاب العلف. دابا غنمشيو نشوفوا صحاب العلف غادي يدوزنا لعند صحاب الرمله ولا صحاب ما بقيتيش تعرف فين ما بدنا تهضر. هو تيقول لك انا ما تناخذش الدعم واش بصح ولا ماشي بصح انا بان لي ما نعرف بان لي انسان معقول وما نعرف
ملي قلت ليه عاوتاني واش علاش تبيع بنفس الثمن، قال لي بان السوق ايوا شنو ان وحدين على اي معيار نتوما حطيتوا هذا السوق هذا الثمن ديال 83 علاش اعتمدتوا؟ شو قال لي مرجان علاش تعرف انت ما كي شوف المسؤول الوحيد في هذا الشيء هو الدوله، ما كاينش واحد المراقبه من الدول نداء ما عرفتش واش الدوله علاش ساكته علاش ما تتهضرش، سمحوا لي ان ناكل بنانه.